تتم الدورة، ولكن المؤسف عدم حضور المعارضة، والسبب يعلمه الله أن حضور ديالهم كيف ما كان تكون إضافة بالنسبة للنقاشات وبالنسبة للدورة ككل. اليوم تحملت مسؤولية ديال لجنة ثقافية والرياضية والاجتماعية، اللي تنتمنى باش يكون قد المسؤولية، أن هناك مشاكل كثيرة في جميع المجالات، مجال الرياضي والثقافي والاجتماعي. أتمنى من الله باش نكون قد المسؤولية اللي تحملتها، لأن كما كنقولوا دائما المسؤولية راها أمانة، والأمانة راها خزي وندامة يوم القيامة.